من أسرة علم وأدب. حفظ القرآن الكريم في طفولته وتعلم على يد والده. شغل أجداده في الأندلس وتونس مناصب سياسية ودينية مهمة، وكانوا أهل جاه ونفوذ. قضى أغلب مراحل حياته في تونس والمغرب الأقصى. عمل في التدريس في جامع الزيتونة بتونس، وفي المغرب في جامعة القرويين، وفي الجامع الأزهر بالقاهرة. كان فلكياً اقتصادياً مؤرخاً فقيهاً عالم رياضيات فيلسوفاً ورجل دولة. ترك عدداً قليلاً من المؤلفات، منها كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر. ومن أكبر إنجازاته أنه المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع وعلم العمران وواضع أسس علم التاريخ. ومن مؤلفاته كتاب المقدمة، والتي قام بإنجازها عندما كان عمره 43 عاما. وكانت هذه المقدمة من أكثر الأعمال التي أنجزها شهرة. كان لخبرته في الحياة السياسية والإدارية وفي القضاء، إلى جانب أسفاره الكثيرة في شمال إفريقيا وغربها والحجاز والشام، أثر بالغ في موضوعية وعلمية كتاباته عن التاريخ. اعتزل الحياة بعد تجارب مليئة بالصراعات والحزن على وفاة أبويه وكثير من شيوخه إثر وباء الطاعون الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، وتفرغ للبحث والتنقيب في العلوم الإنسانية معتزلا الناس في سنوات عمره الأخيرة. فمن هو؟ ابن خلدون. الوردي. الفارابي.